بسم الله الرحمن الرحيم. هنبتدي النهاردة أول محاضرة لينا في الجزء بتاع الـ Water Supply Engineering، وهنتكلم النهاردة عن دراستين مهمين لازم أبدأ بيهم علشان أبتدي أشتغل في أو أنفذ مشروع الـ Water Supply System، اللي هما الـ Population Studies دراسات خاصة بالسكان، والـ Water Consumption Studies ودراسات خاصة بالاستهلاكات المختلفة، استهلاكات المية للسكان. المنهج بتاعنا مقسوم إلى جزئين، الجزء الأول خاص بمشروع إمداد مية، والجزء الثاني خاص بمشروع الصرف الصحي. إحنا هنبدأ بالمية ونخلصها، وبعد كده إن شاء الله هندخل على الصرف الصحي. طيب، علشان ننتوش ونبقى متابعين مع بعض، إحنا من الأول محتاجين نعرف إيه العناصر اللي إحنا هندرسها. إحنا هندرس إيه في المية وهندرس إيه في الصرف الصحي؟ احنا هندرس من اول اعمال التجميع، ازاي بجمع المية من المصدر بتاعها. طبعا اعمال التجميع او الكولكشن ووركس دي بتختلف على حسب اختلاف مصدر المية اللي انا بسحب منه، وبعد كده المفروض المية دي هوصلها لمحطة تنقية او تريتمنت بلانت علشان اوصل المية بكواليتي تبقى صالحة للاستهلاك الادمي من غير اي اضرار على الصحة العامة. بعد كده المايه دي بعد ما وصلتها للكواليتي المطلوبه، هبتدي اعمل لها ديستريبيوشن من خلال شبكه من المواسير، من خلال خزانات بتساعدني على ان المايه دي توصل للمستهلكين اللي محتاجينها. فدي الثلاث عناصر الرئيسيه في الخاص او الموجوده في مشروع الامداد بالمايه. طيب بالنسبه لمشروع الصرف الصحي، هلاقي ان برده في ثلاث عناصر مشابهه جدا للعناصر دي. طيب المايه اللي استهلكها السكان في السيتي دي، انا عم محتاج دلوقتي اجمع منهم المياه المنصرفة عنهم، المياه اللي هيصرفوها. فهيبقى الكولكشن ووركس بتاعتي عبارة عن شبكة من الصرف الصحي بنسميها سيورز، هي دي الكولكشن ووركس اللي بتجمع لي المياه من السيتي. طيب بنجمعها، بعد كده هنوديها فين؟ المفروض الاول هوديها على ويست ووتر تريتمنت بلانت، بهدف ان انا اوصل المياه اللي انا هرميها دي لكواليتي صالحة ان انا ارميها في البيئة من غير ما الوثها، سواء كنت هرميها مصرف، كنت هرميها في بحر، كنت هرميها في صحراء، فلازم الاول توصل لكواليتي صالحة لان انا ارميها من غير ما تؤثر على البيئة. فدي الثلاثة كومبوننتس بتوع المية والثلاثة كومبوننتس بتوع الصرف الصحي اللي احنا هنتكلم عليهم السنة دي. لو هنبتدي نتكلم على مشروع الووتر سبلاي، هنفترض مع بعض ان احنا عندنا مدينة، والمدينة دي مطلوب مني ان انا اعمل لها مشروع امداد مية شرب. طيب المفروض اعمل ايه الخطوات اللي انا همشي عليها علشان ابتدي انفذ المشروع بتاعي؟ احنا عرفنا الكومبوننتس خلاص بتاعت المشروع، محتاج اعمل اجمع المية من مصدر، محتاج اعمل لها تريتمنت، محتاج بعد كده اوزعها. طيب علشان انفذ الكومبوننتس الكتير دي واعمل الديزاين للكومبوننتس دي، انا محتاج ايه؟ يبقى محتاج اول حاجة ان انا اعمل preliminary studies او ان انا اعمل دراسات اولية. الدراسات الاولية دي بهدف ان انا اجمع كل الداتا اللي انا هحتاجها في الديزاين بتاعي. طب ايه نوع الداتا اللي انا هحتاجها في المشروع؟ زي مشروع امداد مية، محتاج اعرف عدد السكان اللي انا هخدمهم، محتاج انا اعرف طبيعة الانشطة في المدينة اللي انا هخدمها عشان اعرف استهلاكات السكان شكلها هيبقى عامل ازاي. الدراستين دول بيحددوا لي حجم الديماند، حجم المية اللي انا محتاجها او السيتي دي محتاجاها، المفروض ان انا اوفرها لها. طيب السبلاي هجيبه منين؟ هبتدي ادور على الريسورسز الافيلبل في منطقه الدراسه، ابتدي اعمل دراسات عنها ونشوف انسب ريسورس او مصدر ميه يقدر يغطي لي حجم الميه اللي محتاجاه المدينه اللي انا بنفذ لها المشروع ده. بجانب الدراسات دي محتاج طبعا دراسات اخرى مساعده، زي دراسات خاصه ب دراسات مساحية، دراسات خاصة بنوع التربة اللي انا هنفذ فيها وما الى ذلك. بس طبعا احنا المنهج بتاعنا هنغطي اول ثلاث دراسات، اللي هي الدراسات الخاصة بعدد السكان واستهلاكاتهم ومصادر الماء. طيب خلصت اول مرحلة اللي هي مرحلة تجميع الداتا اللي محتاجها عشان ابتدي انفذ المشروع. الستيب اللي بعد كده ابتدي اعمل ايه؟ هاخد الداتا دي هعمل بيها ايه؟ هبتدي اعمل ديزاين، ديزاين للديفرنت كومبوننتس اللي احنا اتكلمنا عليهم من شويه. طيب الديزاين ده المفروض هوصل بيه فين في الاخر؟ المفروض ان الاوتبوت بتاعه في الاخر
هيبقى عندي drawings و specifications، هطلع لوح ومع اللوح دي مواصفات خاصة بايه، بالعناصر اللي انا صممتها وبكيفية التنفيذ بتاعها. تمام، بعد كده الدروينجز والسبيسيفيكيشنز بتروح للمهندسين، المهندسين التنفيذ، وتبتدي المشروع يتنفذ. خلص المشروع يبتدي مرحلة الاوبريشن والمينتننس او التشغيل والصيانة. طبعا الستيجز دي ممكن اطبقها في اي مشروع، وبتختلف طبعا الدراسات اللي انا محتاجها على حسب المشروع اللي انا بصممه. تمام، في المنهج بتاع الووتر سبلاي احنا هنغطي البوبوليشن ستاديز، الووتر كونسامشن ستاديز، الووتر ريسورس ستاديز، وديزاين للكومبوننتس بتاع السيستم، بعض العناصر في الايه، في السيستم اللي احنا هنصممه. طيب لو بدأنا بأول دراسة وهي البوبوليشن ستاديز، انا محتاج اعرف انهي عدد سكان. فنفترض ان المدينة اللي انا بصممها دي مدينة قائمة فيها ناس، بس ما كانش عندهم مشروع مياه قبل كده، وانا محتاج ادخل لهم مياه شرب. هل انا محتاج احدد عددهم الحالي، ولا محتاج احدد عددهم المستقبلي؟ اكيد طبعا مش الحالي، احنا محتاجين العدد في المستقبل، لان المشروع ده المفروض ان هو مش هيستمر سنة ولا سنتين، لا ده المفروض بيستمر فترة من الزمن، المفروض يكون قادر في خلالها انه يغطي احتياجات السكان اللي انا بنفذ لهم المشروع، وبالتالي انا عايز البوبوليشن في الفيوتشر. يبقى انا هنا بتكلم على الفيوتشر بوبوليشن، بس انا برضو معرفتش الفيوتشر دوت لغاية امتى. هل هو بعد 10 سنين؟ هل بقصد بالفيوتشر 20 سنة؟ هل بقصد بالفيوتشر 30 سنة؟ لا، اللي بقصده بالفيوتشر، كلمة الفيوتشر، هي الفترة التصميمية. ايه الفترة التصميمية؟ ايه تعريفها؟ The future period for which a provision is made in the water supply scheme is known as the design period. يبقى هي الفترة اللي يبقى المشروع اللي انا بصممه قادر انه يلبي احتياجات السكان في خلال ايه، الفترة دي. طيب مين اللي بيحدد لي الفترة التصميمية بتاعت المشروع؟ والفترة التصميمية مش مقصود بيها انا اصممه في قد ايه، لا، المقصود بيها المحطة. مثلا المحطة، لو كنت بتكلم على محطة مية، محطة المية هتفضل شغالة كام سنة تقدر فيهم انها تغطي احتياجات السكان. يبقى لو بتكلم على 30 سنة مثلا، يبقى قادرة انها في خلال ال 30 سنة دي توفي كل متطلبات السكان. لو بتكلم على 40 سنة، يبقى في خلال ال 40 سنة المحطة تبقى قادرة انها تلبي احتياجات السكان. طب برضو مين اللي هيحدد لي الديزاين بيريد دي لغاية امتى؟ هلاقي ان في فاكتورز بتحدد لي او بتأثر على اختياري للديزاين بيريد. اول حاجه اليوزفل لايف تايم اوف ذا كومبوننت، العنصر اللي انا بصممه، كل عنصر وليه لايف تايم او ليه عمر افتراضي، فالمفروض ان الديزاين بيريد لا تتخطى العمر الافتراضي للكومبوننت. يعني ايه؟ يعني مثلا لو بصمم خزان ميه غير ما بصمم ماسوره ميه، دي ماتيريال ودي ماتيريال تاني، دي ليها لايف تايم ودي ليها لايف تايم تاني. اذا المفروض ان انا براعي اللايف تايم بتاع الكومبوننت اللي انا بصممه في اختيار الديزاين بيريود بتاعته. تاني حاجه الاكسباندبيليتي اسبيكت. الاكسباندبيليتي اسبيكت ما يعني مقصود بيها مثلا ان المدينه اللي انا بصممها، هل المدينه دي ليها مثلا زي ما بيقولوا ظهير صحراوي، في مكان فاضي حواليها، ففي امكانيه في المستقبل ان عدد المدينه دي تتوسع وعدد السكان فيها يزيد. فبالتالي لما اجي اعمل المشروع بتاعي ما اعملوش مرحله واحده، لا، انا ممكن اراعي ان انا لا ممكن اعمله مرحله اولى، وبعد كده احط في اعتبار ان المدينه دي ممكن يحصل فيها توسعات، فابتدي اعمل مرحله تانية للمشروع بتاعي، فدي لازم برضو اخدها في الاعتبار. تاني حاجه الاكسبكتد ريت اوف بوبوليشن جروث، معدل زياده السكان، وده مهم جدا. لو كان معدل زياده السكان معدل بطيء، فليه اعمل مشروع يعيش عمر طويل؟ ولو كان معدل السكان او معدل نمو السكان سريع جدا، ما يبقى ملوش معنى ان انا اعمل المحطة او الديزاين بتاعي على ديزاين بيريود قليلة. فبالتالي الـ expected rate of population growth اخده في الاعتبار وانا بحدد الديزاين بيريود للمشروع بتاعي. الـ available resources، الموارد المتاحة، هل انا عندي الامكانيات ان انا اعمل مشروع كبير مرة واحدة،
ولا الامكانيات بتاعتي لا ممكن تسمح لي بمرحلة دلوقتي مرحلة اولى، وفي المستقبل ممكن ابتدي اعمل لما تتوفر الامكانيات ابتدي افكر في مرحلة اخرى للمشروع. الاوبريشن والمينتنس برضو دي مهمة جدا في عمر اي مشروع. هل انا متأكد ان في صيانة دورية هتحافظ على عمر العناصر بتاعة المشروع، ولا الصيانة انا عارف ان مفيش صيانة وان الصيانة مش هتبقى بشكل دوري فدي تأثر لي على العمر او الديزاين بيريود بتاع المشروع اللي انا بختاره او بنفذه. اخر حاجة الديفلوبمنت ان تكنولوجي، التقدم في التكنولوجي. لو مثلا زي ما قلنا بنقول بنتكلم على محطة مية وبختار النوع التريتمنت او التكنولوجي اوف تريتمنت اللي هنفذها في المية، هل في المجال بتاع المية دوت هل التكنولوجيا عمالة تتغير بصورة سريعة كل سنة بينزل جديد، ولا خلاص الموضوع استقر وما بقاش فيه تكنولوجيز حديثة او يعني بتتغير بريت سريع؟ فطبعا لو كان الامر استقر وما بقاش فيه تغير في ريت سريع او ريت سريع في التكنولوجي دوت، انا ممكن احدد الديزاين بيريد بتاعتي تبقى طويلة شوية. انما لا، لو كل سنة او كل كام سنة بينزل نوع جديد من التكنولوجي، لا انا راعي ده في الديزاين بيريد ان انا مخليش فترات التصميم تبقى فترات طويلة، علشان ان انا ممكن في امكانية ان انا اغير نوع التكنولوجي اللي انا بعتمد عليها في البيوريفيكيشن او في التريتمنت عامة. فدي الستة فاكتورز اللي ممكن تأثر لي او بتحدد لي الديزاين بيريد هيبقى شكلها عامل ازاي. طيب احنا اتفقنا ان احنا عايزين نحدد عدد السكان، وده طبعا احنا خلاص مثلا نفترض ان احنا قلنا الديزاين بيريود بتاع المشروع 25 سنة او 30 سنة، يبقى انا محتاج اعرف او اعرف عدد السكان في نهاية ال 30 سنة دول هيبقوا عددهم وصل قد ايه. علشان اوصل لعدد السكان في المستقبل انا محتاج حاجتين، محتاج اعرف عددهم الحالي قد ايه، ومحتاج اعرف عددهم زمان كان قد ايه. عايز اعرف هم كانوا زمان وصلوا لعدد قد ايه، والعدد ده عمال يتغير بانهي صورة، ايه الريت بتاع الجروث بتاعهم، شكله عامل ازاي. يبقى it is essential to know the population of the past, investigate the population of the present to predict، علشان اقدر احدد او اخمن the population of the future. تمام. طيب ماشي، يبقى احنا قلنا دلوقتي ان انا هحتاج عدد السكان الحالي وعدد السكان في الماضي علشان اقدر منهم اخمن عدد السكان في المستقبل هيوصل قد ايه. طيب العدد السكان دلوقتي او في الماضي اجيبه منين؟ هعتمد على بعض الريسورسز بتاعتي. الريسورسز اللي انا بعتمد عليها اول حاجه هي official statistics issued by the central agency for public mobilization and statistics، ودي اللي بنسميها عندنا هنا الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء. الجهاز دوت بيعمل ايه؟ بيعمل تعداد كل 10 سنين لكل مناطق الجمهورية. فانا بروح عند الجهاز المركزي واقول له انا عندي مشروع في المنطقة الفلانية، من فضلك اديني بيانات السكان في المنطقة دي. فبيديني كشف او بيديني جدول، الجدول ده بيقول لي والله كان دي التعدادات اللي احنا حسبناها كل في الفترات السنين اللي فاتت، كل 10 سنين كنا بنطلع المنطقة دي كذا وكذا وكذا. باخد البيانات دي، هي دي البيانات بتاعتهم في المستقبل في الماضي. طب احدث حاجة ليهم، ممكن لو في حاجات تانية زيادة او statistics زيادة عملتها مثلا المجالس المحلية في المدينة دي او في المنطقة اللي انا بعمل لها دراسة، برضو هعتمد عليها مع الريكوردز اللي انا بجيبها من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء. اما لو كان المنطقة اللي انا بنفذها المنطقة دي لسه منطقة جديدة، لسه بيتعمل لها مشروع سكني جديد، منطقة مش مسكونة، فبالتالي انا بشوف المخططات بتاعت المنطقة دي وبعتمد عليها علشان اعرف العدد اللي بتستوعبه المنطقة دي علشان احدد الـ population بتاع الفيوتشر بتاعي. طيب المركز بتاع التعبئة والإحصاء والجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بيعد السكان ازاي؟ او مثلا الـ local councils المجالس المحلية بتعد السكان ازاي؟ بيطلعوا الريكورد دي ازاي؟ هل هما بينزلوا موظفين يعدوا كل الناس في كل البيوت؟ طبعا شيء متعب وبياخد وقت كتير. بيعتمدوا على طريقة اسمها الـ population density method او طريقة حساب السكان عن طريق الكثافة.
بنعمل ايه؟ بنفترض ان احنا عندنا منطقة سكنية، وانا محتاج في المنطقة دي اعد او احدد عدد السكان الموجودين فيها حاليا، شكلهم عامل ازاي. اول خطوة انه بيتم تقسيم المنطقة دي لهوموجينيوس زونز، لمناطق متجانسة. يعني ايه مناطق متجانسة؟ يعني مناطق ليها نفس الانشطة. يعني مثلا المنطقة دي منطقة سكنية مثلا اسكان متوسط، المنطقة دي مثلا فيها فيلل، المنطقة دي منطقة تجارية، المنطقة دي منطقة مصانع، المنطقة دي منطقة زراعية. فبالتالي يعني لحد ما نحاول ان احنا المنطقة دي تتقسم هوموجينيوس زونز. وبعد كده لكل زون ابتدي احدد الاريا بتاعته. ده طبعا اصبح سهل جدا عن طريق الخرائط المساحية. ثالث حاجة، select a sample area of 1 hectare in each zone. هبتدي في كل زون احدد منطقة، المنطقة دي بسميها المنطقة بتاعت العينة بتاعتي. هي العينة دي هي المنطقة اللي هنزل ناس تعمل او تعمل عد للسكان اللي في منطقة العينة. الاريا اللي انا بحددها فلتكن في كل زون، يعني اريا محددة. احنا هنا مثلا نقول ان هي الاريا اللي انا هحددها هي 1 هكتار، اللي هي 10000 متر مربع. في ال 10000 متر مربع دول انا بنزل ناس تبتدي تعمل ايه؟ تبتدي تعمل عد لعدد السكان، او تعمل انفستيجيشن لعدد السكان. تنزل ناس في المنطقة دي تبتدي تعدي على البيوت، تسأل الناس انتوا هنا عددكم كام، هنا في كام عمارة، كل العمارة فيها كام شقة، الشقة دي فيها كذا، الشقة دي فيها كذا. فتبتدي تعد المناطق كلها او عدد السكان في العينة بتاعتي. تمام. طيب العينة دلوقتي انا عارف الاريا بتاعتها وعديت عدد السكان فيها، يبقى لو قسمت عدد السكان على الاريا اللي انا محددها اللي هي 1 هكتار، يبقى انا كده عرفت الدنستي في العينة بتاعتي. طيب لو نفترض ان انا خلاص عرفت الدنستي هنا، وعرفت الدنستي هنا، وعرفت الدنستي هنا، والدنستي هنا، احنا اتفقنا ان كل زون، الزون ده كله على بعضه هوموجينيوس، وبالتالي الدنستي في المنطقة بتاعت العينة بتاعتي هي بتمثل الدنستي بتاعت الزون الكبير دوت. وبالتالي لو ضربت الدنستي في الاريا بتاعت الزون بتاعي، يبقى انا تقريبا جبت او حددت عدد السكان في الزون كله. وبكرر ده لبقية الزونز، وبعد كده علشان بجمع من كل الزونز علشان اجيب التوتال بوبوليشن في الاريا او منطقة الدراسة. وهي دي الطريقة التقريبية اللي بنعتمد عليها في تعداد السكان. طيب لو رجعنا للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بقى، احنا قلنا هنروح له ونقول له احنا عندنا مشروع بننفذه في المنطقة الفلانية، اديني بيانات السكان. فلنفترض ان هو بيدينا جدول زي اللي احنا شايفينه قدامنا دوت. طيب الجدول ده علشان تسهيلا علينا في الكورس بتاعنا، احنا هنهتم بس بأول قراية وبآخر قراية. أول قراية اللي هي بنسميها الـ earliest record، وآخر قراية بنسميها الـ latest record. وبالتالي هنا بدي الأول تايم ده بسميه TE، وهنا PE، T علشان التايم، T earliest، والـ P population earliest. ده أول تعداد عندي، وده أول تاريخ عندي في التعداد. آخر تاريخ عرفت التعداد عنده بسميه T latest، وآخر population بسميه الـ population latest. دي بس هنبقى في بالنا علشان بعد كده هنطبق في معادلات منها اقدر احدد عدد السكان في المستقبل. هنبدأ بقى في Future Population Forecasting Methods، او الطرق اللي انا بيها بحدد اقدر احدد تقريبا عدد السكان هيكون شكله عامل ازاي في نهاية الفترة التصميمية. احنا اتفقنا كلمة Future بتاعتنا هنا بتمثل لنا الديزاين بيريد، يبقى لما اقول فيوتشر يبقى انا بقصد في نهاية الفترة التصميمية بتاعت المشروع. الطرق اللي انا هعتمد عليها في تحديد عدد السكان في المستقبل هي الموضحة قدامنا هنا، زي الاريثمتيك الطريقة الحسابية، الجيومتريك الطريقة الهندسية، الجرافيكال هي طريقة بيانية، الكومباريزون ميثودز، وفي بعض الميثودز الاخرى. طبعا الطرق دي او الميثودز دي كل واحدة ليها مجال تطبيقها، يعني مش هاخد كل دول واطبقهم، لا، هي على حسب الكيس او حسب السيتي اللي انا بعمل لها المشروع هختار الطريقة المناسبة ليها اللي بحسب منها عدد السكان في المستقبل. طيب قبل ما نبدأ بالطرق اللي هنستخدمها في تحديد عدد السكان في المستقبل، لازم نعرف حاجة اسمها اللوجيستيك كيرف. ايه اللوجيستيك كيرف دي؟
This method is used when the growth rate of population due to births, deaths and migration takes place under normal situation. يعني بيقولوا وجدوا ان اي مدينة بتمر بظروف طبيعية جدا من حيث المواليد والوفيات ومعدلات الهجرة، يعني مش معرضة لأي ظروف غير طبيعية زي الإبيدامكس اللي هي الأوبئة، زي الحروب، زي الزلازل، زي الناتشر أي ناتشرال ديزاسترز أو أي كوارث طبيعية. البوبوليشن فولوز ذا جروث كيرف كاركترستكس اوف ليفينج ثينجز، وجدوا ان شكل المعدل بتاع زيادة السكان بياخد نفس شكل معدل الزيادة بتاع أي كائن حي. أي كائن حي لو احنا شفنا الكيرف بتاعه بلاقيه بياخد شكل حرف تمام. طيب ايه اللي بيحصل في الكيرف ده؟ بيقولوا ان في بداية اي منطقة سكنية، احنا قلنا اي منطقة سكنية بتمر باي ظروف طبيعية، هنلاقي ان معدل الزيادة في الاول بيبقى الفيز ده بنسميه الاكسبوننشال فيز. يعني ايه الاكسبوننشال فيز؟ يعني بلاقي ان معدل الزيادة كل سنة، معدل الزيادة في السكان كل سنة بيزيد. يعني مثلا لو في سنة ما كان مثلا معدل الزيادة 1%، السنة اللي بعديها الاقيه مثلا 1.2%، اللي بعديها مثلا 1.5%، اللي بعديها مثلا 1.7%. يعني معدل الزيادة نفسه عمال بيزيد. فالفيز دي بسميها الاكسبوننشال فيز، او هنا بنسميها الزيادة بتبقى زيادة هندسية. بعد كده طبعا الفترة دي في المدينة بتبقى فترة، مثلا مدينة لسه مدينة جديدة، بتبقى جاذبة بصورة كبيرة للسكان، فبالتالي بلاقي معدل الزيادة في السكان كل سنة عمال يزيد. المدينة دي مع اكتمال المرافق بتاعتها ومع وصول السكان هنا بيبقى وصلوا لأقصى زيادة، أقصى معدل زيادة ليهم. المعدل الزيادة ده بيثبت فترة فترة من الزمن بسميها الترانزيشنال فيز. يبقى هنا الزيادة دي بتبقى زيادة حسابية، يعني معدل الزيادة في السكان أصبح معدل ثابت بيزيدوا بريد ثابت كل سنة. بعد المعدل او بعد الفترة دي بلاقي بعد كده خلاص المنطقة دي اصبحت غير جاذبة، خلاص ابتدت توصل للساتوريشن ليفل بتاعها. يعني ايه الساتوريشن ليفل بتاعها؟ يعني بيبقى يسموه حد التشبع، يعني اقصى عدد هيوصل له السكان او تقدر تستوعبه المدينة دي. فمع اقتراب السكان لحد التشبع يبتدي بعد كده معدل الزيادة فيهم بيقل. يعني هو معدل، يعني ايه معدل الزيادة بيقل؟ يعني مثلا لو كنا مثلا هنا وصلنا مثلا معدل الزيادة مثلا 3.5% كل سنة، احنا هنا قلنا مثلا ثبت عند 3.5% في مرحلة الترانزيشنال فيز، هنلاقيه مثلا السنة اللي بعديها بقى 3.4، بعد كده 3.3، مثلا بقى 3.2، لغاية ما فيوصل في الاخر لحد التشبع. خلاص احنا وصلنا للساتوريشن، ما نقدرش المدينة دي تستوعب عدد سكان اكتر من اللي هي استوعبت. فده نحطه يعني بيبقى ناخده في بالنا واحنا بنبتدي نصمم المشروع بتاعنا. بنشوف المدينه دلوقتي هي في انهي فيز، هل هي مدينه جديده، هل المدينه لا دي مدينه قائمه. طب المدينه القائمه دي هل لسه هل وصلت هي اللي احنا دلوقتي في الترانزيشنال فيز، ولا احنا دلوقتي قربنا من الساتوريشن فيز علشان اقدر اطبق المعادلات اللي هي خاصه بتحديد عدد السكان في المستقبل بصوره صحيحه. لو هنتكلم على اول طريقة هي طريقة الزيادة الحسابية، وطريقة الزيادة الحسابية انا بفترض فيها ان معدل السكان معدل او زيادة السكان معدل ثابت. يعني مثلا كل سنة السيتي دي بتزيد 1000 شخص، وبالتالي لو بصينا على الكيرف بتاع زيادة السكان هلاقيه عبارة عن خط مستقيم. الخط المستقيم ده انا عارف فيه 2 ريكوردز، اول ريكورد خالص هو اول عدد سكان عرفته عند تايم معين، وده اخر ريكورد عندي اللي هو كان عدد سكان كذا عند ريكورد كذا. تمام. طيب انا محتاج ايه؟ احنا قلنا انا محتاج اعرف عدد السكان في الفيوتشر، واتفقنا ان الفيوتشر ده اللي هو ايه، اللي هو الديزاين بيريد بتاعتي. طيب انا دلوقتي هنا وعايز اعرف مثلا هنفذ المشروع يستمر معايا او ديزاين بيريد بتاعتي 25 سنة، اذا انا عايز اعرف عدد السكان بعد 25 سنة. يبقى هاجي هعمل ايه هنا؟ هاجي احدد التي فيوتشر بتاعتي، والتي فيوتشر بتاعتي هي التي اللي هي نهاية الديزاين بيريد بتاعتي. انا محتاج اعرف عدد السكان عند التي فيوتشر. هعمل ايه؟ خلاص ده خط مستقيم، هبتدي امد الخط المستقيم دوت، ومن هنا هقدر اعرف البوبوليشن في الفيوتشر، او بسميه الديزاين بوبوليشن بتاعي وصل قد ايه.
تمام. طيب ده من الكيرف، احنا مش عايزين نرسم كيرف، احنا لو عاوزين نعمل معادلة منها نحسب عدد السكان في المستقبل. طيب لو جينا هنا محتاجين اعرف ايه؟ محتاج اعرف السلوب بتاع الخط ده، عشان اعرف معادلة الخط المستقيم انا محتاج السلوب. السلوب بتاع الخط ده اللي هو بيمثل لي الزيادة في عدد السكان، اللي هو فرق الواي على فرق الاكس. فرق الواي اللي هو population latest minus population earliest، هيديني الجزء دوت. لو قسمته على الجزء الافقي دوت اللي هو t latest minus t earliest، هيديني سلوب بتاع الخط المستقيم، او ده اللي بيمثل لي ال i a. وال i دي ترمز الى ال increase، وال a ال arithmetic. يبقى ده ال arithmetic increase. ال arithmetic increase او سلوب بتاع الخط اتفقنا ان هو فرق ال population على فرق ال time. طيب ادي ال i a اللي انا حسبتها من المعادلة اللي فوق، هضربها في ايه؟ انا محتاج اعمل ايه؟ اضربها في الفترة الزمنية دي. انا لو السلوب ضربته في الفترة دي اللي هي t future minus t latest، انا جبت الزيادة دي، الجزء دوت الرأس ده انا جبته، هزوده على ال p latest، يبقى انا كده دلوقتي حسبت عدد ال future او ال population في ال future. يبقى تاني ال p future هي تمثلني اخر قراءة عندي اللي هي ال p latest، اخر ريكورد لعدد السكان، زائد ايه؟ زائد الجزء اللي زادوه. الجزء اللي زادوه ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن السلوب بتاع الخط المستقيم في الفترة الزمنية اللي هي الديزاين بيريد بتاعتي. يبقى تاني انا ممكن كمان اشيل ال tf minus ال tl وعوض عنها بالديزاين بيريد. يبقى ال population في الفيوتشر بتساوي ال population latest اخر ريكورد عندي، زائد معدل الزيادة في الديزاين بيريد. ودي المعادلة لازم نبقى عارفينها في تحديد عدد السكان بالطريقة الحسابية. طيب الطريقة دي تصلح لإيه؟ بنقول this method is suitable for large and old cities with considerable development. ليه؟ لأن الأريثماتيك increase زي ما قلنا إنها بتطبق في الترانزيشنال phase، ما ينفعش أحطها في أول الفترة أو phase مثلا تكون المدينة دي لسه جديدة وطبق عليها الأريثماتيك increase. ليه؟ لأن المدينة الجديدة اللي قلنا إن معدل الزيادة فيها المفروض كل سنة عمال يزيد، انما انا لو اديته معدل ثابت بالطريقه الحسابيه ده هيديني اندر استيميت للايه؟ لعدد السكان، فهيبقى رقم مش حقيقي، هيجيب هيدي رقم اقل من الرقم اللي المفروض ان هم هيوصلوا. وبالتالي ان انا دي مناسبه لو كانت المدينه دي مدينه موجوده، مدينه كبيره وفيها considerable ايه development، ما تبقاش لسه منطقه جديده خالص ما فيهاش ايه، ما فيهاش سكان. الطريقه الثانيه هي طريقه نشوف الطريقه الثانيه كريت مثلا او الطريقه الهندسيه، ودي بتعتمد على ان معدل الزياده في السكان هو معدل ثابت. يعني ايه المعدل هو اللي ثابت؟ يعني مثلا السكان بتزيد كل سنه مثلا تقريبا مثلا نقول مثلا 2%. يعني لو السنه دي كانوا 10000 يبقى السنه الجايه هيبقوا 10000 زائد 2% من ال 10000 اللي هي تقريبا 200، يبقى 10200. السنه اللي بعديها هتبقى 2% زياده من ال 10200 وهكذا. لو كتبناها في صورة معادلات يعني بقول ان عندي ان تغير في عدد السكان هو تغير ثابت. لو عملنا انتجريشن المعادلة اللي قدامنا دي على ان لان البوبوليشن بيساوي لان البوبوليشن الحالي زائد التغير في او قيمة الزيادة في السنة. لو عملنا بلوت للريليشن دي هلاقيها هي علاقة خط مستقيم، بس خط مستقيم برسم ريليشن بتوين ايه وبتوين ايه؟ بتوين اللان البوبوليشن والتايم. يبقى هي نفس المعادله او نفس الطريقه الحسابيه، مع الاخذ في اعتبار ان الواي اكسس عندي هنا تمثل لان البوبوليشن وليس البوبوليشن فقط. طيب هعمل ايه؟ برضو انا عايز عدد السكان في نهايه الديزاين بيريد، يعني في نهايه التايم فيوتشر بتاعي. ابتدي برضو امد خط واحسب عند التي فيوتشر. لو جينا نطبق نفس المعادله بتاعه الخط المستقيم اللي احنا عملناها قبل كده، يبقى انا عشان احل المعادله دي انا محتاج سلوب او ميل الخط المستقيم بتاعي. ميل الخط المستقيم احنا قلنا هو الديفرنس بتوين الواي على الديفرنس بتوين الاكس او قيم الاكس. اتفقنا ان قيمه الزياده دي او السلوب هو يمثل لي الزياده في عدد السكان. يعني السلوب هنا هسميه اي جي،
او الجيومتريك انكريز، الاي فور انكريز ان جي فور الجيومتريك، او الطريقه اللي انا بحسب بيها السلوب او شكل او معدل الزياده، هو الفرق ما بين الوايات على الفرق ما بين الاكسات، اللي هو تغير في اللين بوبوليشن ماينس لين بوبوليشن الليتست ماينس لين بوبوليشن الايرليست على الديفرنس اوف تايم. هعوض يبقى لين بوبوليشن في الفيوتشر هو لين بوبوليشن ليتست زائد السلوب بتاع الخط في الديفرنس بتاعه في الديزاين بيريد بتاعتي. طيب الطريقه دي تصلح لين، اتفقنا انها تصلح لمدينه جديده. This method gives higher values and should be applied for a new industrial town at the beginning of development for only few decades. يبقى مسموح ان انا اطبق المعادلة دي لو كانت المدينة اللي انا بصممها مدينة لسه جديدة، لسه في اول نشأتها، لسه في اول التطور بتاعها. ليه؟ لانها الطريقة الثالثة اللي هي بنسميها decreasing rate of increase method، ودي سيتي هاز دي امتى بنطبقها. والطريقه دي على فكره مش هنحفظ المعادلات بتاعتها ومش هنصممها، بنحل بيها مسائل في الكورس، بس لمعلوماتكم ان دي بنطبقها لما السيتي هاز سام ليميتنج ساتوريشن بوبوليشن. انا عارف الساتوريشن او عارف حد التشبع بتاع المدينه اللي انا بنفذ لها المشروع، فبالتالي بقدر اصمم لها او بنفذ الطريقه دي لما تكون المدينه بتاعتي خلاص قربت على حد التشبع. لو نفتكر كده وحاطين الريستيك كيرف في دماغنا، لما نبقى في الفيز الاخيره او الفيز اللي خلاص هنوصل فيها للساتوريشن فيز، اقدر اطبق المعادله دي اللي هي طريقه الديكريزنج ريت اوف انكريز ميثود، او معدل الزياده المتناقص، اللي هو زي ما قلنا هو بيزيد بس الريت عمال كل سنه ايه بيقل. طبعا هي ليها معادلاتها اللي بعوض فيها، بس مش مطلوب منكم ان انتوا تبقوا عارفين الايكويشن دي او حافظينها. الطريقه الرابعه عندي هلاقيها طريقه الانيوال ريت اوف انكريز. الانيوال ريت اوف انكريز دي طريقه بيحددها الكود لو احنا مثلا مش عارفين ريكوردز، او الريكوردز مش موجوده قوي عندنا للمدينه اللي احنا بنصممها، او ما اقدرش اعتمد على الريكوردز دي. فبيقول ان احنا ممكن ناخد الريت اوف بوبوليشن انكريز من 1-4%. طبعا ده على حسب المنطقة ريفية ولا منطقة حضرية اللي انا بصمم فيها المشروع. وان افريج باخد الريت دوت 2.5 وابتدي اعوض في معادلة الانيوال ريت اوف انكريز، وهي تقريبا هي نفس المعادلة بتاعت الجيومتريك انكريز، هلاقي انها تقريبا بتدي نفس الاجابة. rate of increase هنا ده بيعتمد ان انا عارف معدل الايه معدل الزياده. احنا ما اتكلمناش على rate of growth of population. طب معدل الزياده ده بيعتمد على ايه او بيتحسب ازاي؟ هلاقي ان معدل الزياده دوت داخل فيه كذا فاكتور. الفاكتورز اللي داخله فيه هي مثلا معدلات المواليد، معدلات الوفيات، الايميجريشن ريت الهجره، المايجريشن ريت هنا الهجره الداخليه والهجره الخارجيه، يعني المنطقة دي ناس بتسيبها وتروح برا، ناس بتجيلها، هل هي جاذبة هل هي طاردة، تمام. فالفاكتورز دي كلها هي اللي بتحدد لي الريت اوف growth اوف population في اي منطقة. وهنا بنقول ان الريت ده عبارة عن معدلات المواليد ناقص معدلات الوفيات زائد معدلات الهجرة الى المدينة ناقص معدلات الهجرة من المدينة، تمام. فبس ده للعلم بالشيء، لازم نبقى عارفين ايه الفاكتورز اللي بتحكم لي الريت. الطريقه رقم 5 هي جرافيكال ميثود. جرافيكال يعني لا انا مش عايز اخش في موضوع الحسابات والايكويشنز، لا انا عايز طريقه بيانيه تحدد لي شكل الكيرف. طبعا الكيرف دوت او الطريقه دي ما بتستخدمش الا اذا كان الشخص اللي بيطبق الطريقه ده شخص يعني ذو خبره وفاهم كويس ويقدر يعني يطبق الطريقه دي بطريقه حكيمه شويه. فالجرافيكال ميثود بيعتمد على ان انا لو رحت مثلا الجهاز المركزي للتعبئه والاحصاء واداني التيبل اللي احنا قلنا عليه، هو لا ما بيقولش هاخد اول ريكورد اخر ريكورد الكلام ده، لا انا هاخد البلوت العدد التيبل ده وهعمل له بلوت زي ما هو، هبتدي ارسم البلوت بتاع الكيرف دوت بالقيم اللي موجوده عندي، طلع لي كيرف زي اللي احنا شايفينه ده. بعمل ايه؟ الطريقه دي بتقول انت عايز تحسب البوبوليشن فين، انا عايز احسب البوبوليشن في نهايه الفتره التصميميه ولتكن مثلا الفتره دي، تمام. هطلع بخط كده وبعدين بيقول بعد كده نعمل ايه،
تمسك القلم وتبدأ من أول الكيرف بتاعك من أول هنا، وابتدي بالقلم ده أمشي مع الكيرف دوت، كيرفيتشر بتاع البوبوليشن دوت، البوبوليشن كيرف. وبعد كده أعمل إيه؟ بروح مادد الخط كده على إيه؟ على استقامته أو على الكيرفيتشر بتاعته، تمام؟ لغاية ما أوصل فين؟ لغاية ما أخبط في الخط ده وأقول خلاص هي دي الإيه؟ البوبوليشن بتاعتي بتاعت الإيه؟ الفيتش. طيب علشان الطريقة دي تبقى إلى حد ما دقيقة شوية، بيقول طيب لو عايز تطبق الطريقة الجرافيكال دي طبقها، بس بشرط ان انت تتأكد ان الكيرفيتشر اللي انت مديته دوت هنا وقع في الرينج ما بين البي اي والبي جي. البي اي والبي جي، البي اي هي عدد البوبوليشن لو كنت حسبت او طبقت الطريقة الاريثمتيك، والبي جي لو كنت طبقت البوبوليشن اللي انا هطلعه لو كنت طبقت الطريقة الجيومتريك. فعلشان الكيرف ده يكون كيرف منطقي شوية، بيقول لما تمد الخط دوت اتأكد انه وقع في جوه الرينج ده، مش لازم في الميد بوينت بتاعته، بس ان هو جوه الرينج ما بين اعلى شوية من الاريثمتيك بوبوليشن واقل شوية من الجيومتريك بوبوليشن، تمام؟ فدي الطريقة ايه الجرافيكال. في طريقة جرافيكال تانية بنسميها الكمباريزن ميثود او طريقة المقارنة. ايه طريقة المقارنة؟ طريقة المقارنة بتعتمد على دلوقتي رحت الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء واداني الريكورد، اكتشفت ان المدينة اللي انا هعمل لها المشروع دي لسه مدينة حديثة شوية. يعني ايه؟ يعني انا مثلا ما لقيتش عندهم غير تعداد او اتنين او تلاتة بالكتير، اتنين او تلاتة، ما اقدرش ارسم منهم كيرفيتشر، ما اقدرش احدد اي كيرفيتشر للكيرف بتاعي عشان اقول همده واحسب بطريقة بيانية. طب اعمل ايه؟ طيب المدينة دي اللي هي باللون الموف دوت، هي دي المدينة اللي انا عايز اعمل لها المشروع. قال ان انت ممكن تعمل ايه؟ تقارنها بمدينة شبهها. يعني ايه مدينة شبهها؟ يعني مدينة قريبة منها، السكان اللي هنا ليهم نفس السكان، خصائص السكان اللي هنا، الانشطة اللي في المدينة الجديدة دي شبيهة بانشطة السكان اللي في المنطقة الايه اللي جنبها، تمام؟ طيب وبعد كده هبتدي اعمل ايه؟ هقول برضو انت عايز تحدد السكان فين؟ انا عايز احددهم عند نهاية الديزاين بيريد دي. اعمل ايه؟ هنبتدي دلوقتي نفترض ان العدد اخر تعداد في المدينة اللي انا عايز انفذ لها المشروع وصل هنا، ونفترض ان هنا مثلا دي كانت 50,000 مثلا نسمة، تمام؟ فهمد خط افقي كده لغاية ما اوصل للمدينة القديمة. هنا برضو في سنة ما زمان المدينة دي كانت وصلت هنا نفس التعداد، هنا عندهم عند النقطة دي والنقطة دي عندهم نفس تعداد السكان. يعني دي هنا وصلت مثلا 50,000، هي دي كانت في سنة ما زمان 50,000. طب وبعدين؟ بعد ما وصلت للتعداد ده، المنحنى بتاع المدينة وصل او شكله كان عامل ازاي؟ ابتدي اقلد شكل الزيادة بعد ما وصلت لنفس العدد الحالي اللي وصلت له المدينة الجديدة بتاعتي. فبعمل ايه؟ من عند النقطة دي برسم، من هنا بقى هبتدي ارسم بارلل للخط الايه الاورنج اللي احنا رسمناه دوت. يبقى هبتدي كده ارسم له ايه الخطين دول بارلل ايه بارلل لبعض، الخط عند الاولد سيتي ده بارلل الخط بتاع النيو سيتي، لغايه ما يقطع التي فيوتشر لاين بتاعي. يبقى هنا دوت ده عدد السكان في الايه في المستقبل، برضو بطريقه ايه تقريبيه بنسميها طريقه المقارنه. طبعا كل الطرق دي كلها طرق تقريبيه، بنقدر بصفة او يعني بطريقة ما ان احنا نوصل او نحدد الى حد ما هيكون عدد السكان شكله عامل ازاي في الايه في المستقبل. طبعا الطرق اللي احنا قلناها في اللي فاتت دي بتطبق على لو مناطق جديدة، مناطق لسه حديثة، انما لو كنت بكلم على منطقة قديمة، منطقة كبيرة موجودة في مدن كبيرة، المناطق دي عادة بيبقى ليها حاجة اسمها الماستر بلان، مخطط بتاع المدينة. مخطط المدينة ده بيبقى مقسم المدينة لزونز او مناطق مختلفة، ومحدد الدنستي للبوبوليشن في كل زون. فانا بعتمد على المخطط ده في تحديد عدد الاجمالي من السكان، شبيهة جدا بطريقة الايه بالطريقة اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده اللي هي الدنستي ميثود. انا بعتمد على كثافة السكان في كل زون.
والكول بيساعدنا في ده ان هو على حسب الزونز اللي احنا بنصممها. يعني مثلا لو كانت فيلل مثلا الدرجة الاولى او بيسموها اصول مثلا، هاخد الدينستي في حدود مثلا من 10-30 كابيتا بير هكتار، والكابيتا هنا اللي هي بمعنى فرد. مثلا لو كانت مباني عمارات صغيرة، عمارات كبيرة، منطقة تجارية، منطقة صناعية، فهو الكود بيحدد لي الدينستي، انا مش محتاج احسبها، الدينستي بتاعت كل زون. فبسهولة جدا عن طريق الدينستي وعن طريق الاريا بتاعت الزون اقدر احدد العدد الاجمالي، او هنا بقى كأني بقول ايه، كأني بحدد الساتوريشن بوبوليشن لكل زون، وبقول ان هو ده البوبوليشن بتاعي في ايه، في الفيوتشر. عشان ما ننساش بقى كده بسرعة ندي example. بيقول for a city A لو ال present population، احنا هنا اتفقنا بقى هنتفق مع بعض لما نقول present يبقى احنا في سنة كام، احنا السنة دي سنة 2020، لما بقى كل كلم present يبقى انا بقصد ان احنا السنة دي مثلا سنة 2020. إذا 10,000 كابيتا يبقى العدد الحالي في مدينة ما كانت 10,000 كابيتا او 10,000 فرد، and population arithmetic rate of increase، يبقى هنا اداني الطريقة اللي انا هحسب بيها الطريقة الحسابية، واداني معدل الزيادة اللي هو ال IA، كنا سميناه ال IA 1200 كابيتا per year. What will be the population at year 2048 for this city؟ يبقى دي تعويض مباشر جدا في المعادلة بتاعت الزيادة الحسابية. هو انا عندي ايه؟ اداني التعداد الحالي 10,000، عايز التعداد في الفيوتشر، عايز قدام الاريثمتيك انكريز 1200 كابيتا بير يير. المعادله بتاعتي كانت بتقول ايه؟ كانت بتقول البوبوليشن في الفيوتشر هو اخر تعداد وصلت له بلس الاي اي اللي هو معدل الزياده الحسابيه في الديفرنس في في التايم، او اللي هو تي فيوتشر ماينس التي ليتست. لو طبقت البي ليتست بالنسبه لي اللي هي ال 10,000، الاي اي بالنسبه لي اللي هي ال 1200، طب التي اف ماينس تي ال اللي هي 2048 ماينس 2020 اللي هو 28 سنة دولة، يبقى هعوض وهطلع هتبقى تقريبا 43,600 ايه 600 كابيتا. يبقى ده هو البوبوليشن بتاع الفيوتشر اللي ايه اللي احنا مطلوب مننا نحسبه. ناخد اكزامبل تاني. For a city A the present population 10,000، ال population geometric rate of increase، يبقى هو حدد لي الطريقة اللي هي طريقة الزيادة الهندسية is 1.2%. وناخد هنا بالنا ان احنا هنا بنتكلم على percentage. What will be the population at year 2048؟ يبقى بنفس الطريقة انا عندي population الحالي وعايز population في المستقبل، واداني الزيادة الهندسية هي 1.2% اللي هي كام؟ يعني 1.2% يعني 0.012، يعني 1.2 على 100، يبقى ده الريت بتاعي بتاع الجيومتريك increase. عندي المعادله، ما ننساش ان المعادله الهندسيه اتفقنا ان احنا نحط لين البوبوليشن، يبقى لين البوبوليشن في الفيوتشر بيساوي لين البوبوليشن الحالي اللي هو لين 10,000 زائد الاي جي، الاي جي بتاعتي اللي هي 0.012 مضروبه في الديزاين بيريد بتاعتي اللي هي من 2048 ناقص 2020. هعوض اخد بالي ان هنا بطلع لين الفيوتشر بوبوليشن، يعني ده مش الفيوتشر بوبوليشن. طيب هعمل ايه عشان اطلع بقى البوبوليشن؟ هعمل اللي هي احول الاكسبوننشال، اخد الاكسبوننشال للطرفين اجيب ايه الفيوتشر بوبوليشن، ويستحسن ان انا دايما اقرب الايه الارقام. طبعا مفيش اي ديسيمال هنا هستخدمه، مفيش اي كابيتا او اي افراد اقول 13,900 ونص مثلا، لا مفيش الكلام ده. طبعا يستحسن ان انا اقرب، حتى لو قربت قلت ان هو تقريبا 14,000 مفيش اي مشكله ايه في الطريقه دي. طيب انا ممكن اطبق الطريقة دي بطريقة تانية. لو نفتكر مع بعض اللي هي الطريقة بتاعت الانيوال انكريز، الانيوال ريت اوف انكريز، لو طبقت بالطريقة دي او بالطريقة التانية هلاقي ان الاجابات هتطلع تقريبا متشابهة. ايه الطريقة التانية؟ لو نفتكر كان البوبوليشن في الفيوتشر بيساوي البوبوليشن الليتست مضروب في افتح قوس 1 بلس الريت اوف انكريز اللي هو 0.012، اقفل القوس والباور كان عندي اللي هو الديفرنس في التايم اللي هو كان هيبقى باور 28. انا لو طبقت على بالطريقه دي او بالطريقه دي هلاقي ان تقريبا الاجابات بتطلع الى حد ما متشابه. احنا كده نبقى خلصنا الجزء الاولاني اللي هو الخاص بالدراسات الخاصه بعدد السكان. ان شاء الله هنبدا في الجزء الخاص بدراسات الووتر كونسامبشن ستاديز.
يا ترى المياه اللي احنا بنقول عايزين مياه، عايزين نعمل مشروع مياه، المياه دي هنستهلكها في ايه، رايحه فين؟ لو بصينا كده اليوزز بتاعت المياه، هلاقي ان في حاجه اسمها دوميستيك يوز. الدوميستيك يوز ده اللي هي بنقصد بيها الاستخدام المنزلي. الاستخدام المنزلي بيمثل تقريبا 40% من المياه اللي احنا او بتوفرها المحطات بتاعت محطات المياه، يبقى 40 منها في 40% تقريبا منها رايح في الاستهلاكات المنزلية. 15% تقريبا راح في الكوميرشال يوزز او اللي هي الاستخدامات التجارية، يعني في المحلات التجارية. الاندستريال يوز اللي هي في المصانع، يبقى 15% منها كمان رايح في المصانع. governmental use، governmental use اللي هي المصالح الحكومية، رايح منها تقريبا 10%، زي المصالح الحكومية زي الجامعات زي المدارس، كل دي ممكن ادخلها تحت ال governmental use. 10% منها public use. ال public use مثلا زي ري الجناين، مثلا رش الجناين اللي في الشوارع، غسيل الشوارع، كل دي ممكن ادخلها تحت ال public use اللي هي 10%. و10% تانية منها بتبقى رايحة اللصص في ايه، في الشبكة، نتيجة طبعا ممكن تكون وصلات متهالكة، وصلات قديمة، حصل كسر في مواسير ما، فتقريبا بيبقى في 10% رايحة في لصص. طيب في حاجة مهمة لازم ابقى عارفها، هي اسمها الهايدروغراف اوف ديماند. ايه الهايدروغراف اوف ديماند؟ الهايدروغراف اوف ديماند دوت بيمثل لي حجم المية المطلوبة في خلال اليوم، شكل استهلاك فرد الماء في خلال اليوم، ممكن اقول استهلاك مدينة الماء في خلال اليوم. بصورة عامة بتبقى واخدة نفس الشكل دوت. ايه الشكل ده؟ بيبقى الاستهلاك في الساعات الاولى من النهار او قبل الفجر كده مثلا، بيبقى الاستهلاكات ايه، قليلة شوية. بعد كده في حدود مثلا من الساعة 6 للساعة 10 تبتدي الاستهلاك عمال يزيد، تمام، ده الماكسيمم بتاعه، بيبقى في نص اليوم تقريبا ايه بيوصل الماكسيمم بتاعه، وبعد كده يبتدي ايه يقل 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 لايه بقيه اليوم، تمام. فده بصوره عامه بسميه الهايدروغراف اوف ديماند، او السحب او الطلب بتاع الميه، ممكن تكون لفرد ممكن تكون لسيتي، تمام. طيب الهايدروغراف اوف ديماند ليه خصائص معينه. اول خاصيه ان هو ليه بيك اعلى قمه فيه، دي اللي بسميها الماكسيمم اورلي ريت، ده اعلى معدل عندي في اليوم، تمام. طيب اقل معدل يبقى المينيمم اورلي ريت، يبقى ده اقل معدل عندي في اليوم. يبقى دايما لي واحده بيك ماكسيمم وواحده مينيمم، تمام. طيب وطبعا دي افريج، ايه الافريج؟ يبقى ده اعلى معدل عندي استهلاك في اليوم واقل استهلاك في اليوم، وعندي الاستهلاك المتوسط. الاستهلاك المتوسط ده اجيبه ازاي؟ طيب لو بنفترض ان هو ده زي ما احنا شايفين هنا دلوقتي مثلا، ده استهلاك فرد او استهلاك سيتي في خلال 24 ساعة، يبقى خلال يوم كام؟ لو عاوز اجيب كل الاستهلاك، المية اللي استهلكتها السيتي دي في خلال اليوم، هعمل ايه؟ هبتدي احسب الاريا اندر كيرف. لو جبت الاريا اندر الكيرف دي، يبقى انا حسبت ايه؟ حسبت كل المية اللي استهلكتها السيتي في خلال اليوم الواحد. يبقى الاريا اندر ذا كيرف هي التوتال كونسامشن بير داي، تمام. طيب لو عاوز اجيب متوسط الاستهلاك في اليوم، انا مش عايز حجم المياه كلها بتاعت اليوم، انا عايز متوسط استهلاك الساعه الواحده، يبقى هعمل ايه؟ يبقى هقسم التوتال كونسامشن دوت على ال 24 ساعه، يبقى اجيب استهلاك الساعه الواحده، او بنسميه الافريج اورلي ريت، او متوسط استهلاك الساعه الواحده. يبقى الافريج ريت اوف ووتر كونسامشن هو التوتال كونسامشن بير داي اللي احنا اتفقنا، اللي هي الاريا اندر كيرف على ال 24 ساعه، يديني متوسط استهلاك الساعه الايه، الساعه الواحده، تمام. متفقنا ان الكل هيدروغراف كيرف من زي من دوت عنده تو بيكس، عنده 1 ماكسيمم وعنده 1 مين. لو بتكلم بقى على السنة كلها، لو بصيت للسنة كلها هلاقي ان انا عندي 365 كيرف في السنة. فلو عايز احسب التوتال كونسومشن للسيتي في السنة، يبقى انا هقسم او هتجيب الاريا تحت 365 كيرف، وده بيمثل لي استهلاك السيتي كلها في السنة. طيب لو عاوز احسب متوسط اليوم الواحد، يعني عايز احسب حاجة اسمها الانيوال افريج ووتر كونسومشن،
annual average water consumption، انا عايز متوسط اليوم الواحد. متوسط اليوم الواحد في السنة يبقى بجيب التوتال اريا او توتال ووتر كونسومشن في السنة هقسمها على 365، يبقى جبت متوسط الاستهلاك اللي هو في اليوم ده لو بتكلم على السيتي. لو بتكلم على الفرد الواحد يبقى هقسم على التوتال بوبوليشن، يبقى الانيوال افريج ووتر كونسومشن هو لتر بير كابيتا بير داي، وكابيتا يعني فرد، لتر للفرد في اليوم، يبقى ده يمثل لي استهلاك او متوسط استهلاك الفرد الواحد في الايه في السنه. جبته ازاي؟ يبقى قلنا جبنا توتال اريا تحت ال 365 يوم، جبت المتوسط بتاعهم يبقى قسمتهم على 365، وبعد كده قسمتهم على عدد البوبوليشن. الانيوال افريج ووتر كونسومشن دي مهمه جدا، لان دي بعد كده اللي هعتمد عليها في الديزاين بتاع الكومبوننتس، الديفرنت كومبوننتس اوف الووتر سبلاي سيستم. طيب انا لو عاوز الحاجه اسمها الماكسيمم ووتر كونسومشن، اعلى استهلاك في اليوم، اعلى استهلاك في اليوم ده يبقى ايه كيرف، اكيد اعلى كيرف في السنه هلاقيه ده يوم من ايام الصيف. يبقى بجيب الاريا تحت اعلى كيرف في السنه هقسمها على عدد السكان، يبقى جبت الماكسيمم ووتر كونسومشن. اتفقنا بقى ان احنا هنعتمد بعد كده على الافريج انوال ووتر كونسومشن، او احنا بنسميه متوسط استهلاك الفرد في السنه. هنرمز لاستهلاك الفرد بكيو سمول، ناخد بالنا ان دايما استهلاك الفرد الواحد هنقول عليه كيو سمول، انما استهلاك سيتي بديها رمز الكيو كابيتال، ما ننساش الحكايه دي. ولو هو متوسط هكتب جنب الكيو دي كلمه ايه average أو اختصار كلمة average. يبقى ايه هو ما تعريف الافريج؟ وساعات بقى انا بلغي كلمة annual لما بقول average water consumption، خلاص انا عارف ان هو متوسط السنة، متوسط استهلاكه في السنة. It is the average annual per capita water consumption and it is calculated by dividing the total annual water consumption of a city by its population by 365 days زي ما احنا قلنا قبل كده على زي ما شفنا في الهيدروغراف اوف ديمت. طبعا متوسط استهلاك الفرد بيختلف من اريا لاريا، وفي عوامل كتير قوي داخله في متوسط استهلاك الفرد ده. هل الفرد ده في مدينه؟ هل الفرد ده في منطقه ريفيه؟ هل المنطقه اللي هو فيها منطقه صحراويه؟ هل هي منطقه، يعني الكيو دي في عوامل كتير بتتدخل في تحديدها. طبعا احنا مش هنديكوا، مش مطلوب منك ان انت تحسب الايه الكيو افريج، مش هديك 365 كيرف واقول لك طلع لي الكيو افريج او متوسط استهلاك الفرد هيبقى شكله عامل ازاي. انما بنجيبها منين؟ الكود بيدينا التيبل اللي احنا بنعتمد عليه علشان احدد متوسط استهلاك الفرد على حسب المنطقه اللي انا بصممها. فلو المشروع بتاعي مثلا في قريه، انا بعمل مشروع لقريه، قرية يعني ايه؟ قرية يعني عدد السكان فيها اقل من 50,000 نسمة او 50,000 كابيتا. يبقى باخد متوسط الاستهلاك في حدود من 100 لـ150 لتر بير كابيتا بير دي او لتر بالفرد في اليوم. لو هي في منطقة، في مدينة صغيرة، مدينة صغيرة يعني البوبوليشن فيها من 500,000 المليون، يبقى مثلا هياخد متوسط الاستهلاك يكون في الحدود من 200 لـ250 لتر بير كابيتا بير دي. تمام؟ طيب لو ما هي قرية ساحية، لو هي مدينة جديدة، يبقى ايه الكود برضو بيحدد لي على حسب المنطقة او حسب نوع منطقة ايه منطقة الدراسة. مش بس كده، انا مش هناك الجدول اللي فات كانت عن المناطق السكنية. طب دي ايه؟ لا، طب كمان هو بيقسمني المناطق الصناعية، وعلى حسب كمان نوع الصناعة في المنطقة بيحدد لي متوسط الاستهلاك تقريبا هيكون قد ايه. هنا المناطق الصناعية دايما باخد الاستهلاك نسبة من ايه؟ من الاريا بتاعت المنطقة الصناعية دي. يعني مثلا هنا لو قلنا مثلا عندنا صناعات كهربائية، يبقى متوسط الاستهلاك 30 متر مكعب لكل هكتار في اليوم. فبشوف مثلا المنطقة دي مساحتها قد ايه، وبالتالي اقدر احدد كام متر مكعب هتحتاجه ايه في اليوم، وهكذا. لو كانت المنطقة دي منطقة ادارية، منطقة إدارية زي المباني العامة والمكاتب الحكومية، زي المساجد، زي الكنائس، زي المطارات، المدارس، أو منطقة تجارية، يبقى على حسب نوع المنطقة اللي أنا بصممها بقدر أحسب لها احتياجاتها من إيه؟ من المياه. طيب لو بصينا بقى مع بعض على الفاكتورز اللي بتأثر لي في معدل استهلاك المياه،
ايه الفاكتورز اللي بتزودها وايه الفاكتورز اللي بتقللها. الاقي ان اول فاكتور مهم جدا عندنا هو الكلايماتيك كونديشنز او ظروف الجو. ظروف الجو دي انا هفسرها انها مثلا هي داي ولا نايت، نهار ولا ليل، ولا صيف ولا شتاء. فطبعا استهلاكات المية في الصيف اعلى من استهلاكات الشتاء، واستهلاكات المية في خلال اليوم بتبقى او في خلال النهار بتبقى اقل، بتبقى اعلى من استهلاكات المية بالليل. تاني فاكتور عندي size of city، كل ما حجم المدينة كبر او زاد، كل ما الأنشطة اللي فيه تنوعت وعددها كتر، وبالتالي استهلاك المية بيزيد. وكل ما الأنشطة أو المدينة كانت قليلة حجمها، قليلة حجمها صغير، كل ما التنوع في الأنشطة كان أقل، وبالتالي استهلاك المية بيبقى محدود. تمام، يبقى السايز لما بيزيد استهلاك المية بيزيد والعكس صحيح. ستاندرد اوف ليفنج، طبعا كل ما مستوى المعيشة بيزيد أكيد استهلاك المية هيزيد. الشخص اللي عايش في فيلا عنده عربية بيغسلها بالمية، عنده جنينة بيرويها بالمية، عنده كذا حمام، كل ده داخل في ايه، بيزود في استهلاكات المية. انما كل ما مستوى المعيشة بيقل طبعا بيبقى الاستهلاك اقل. characteristics of population، characteristics of population ممكن افسرها انها مثلا خصائص السكان، هل المنطقة دي منطقة حضرية ولا هي منطقة ريفية. ممكن اقول انها لا، طب ممكن اقول هل السكان دول عندهم وعي باستهلاك المياه ولا ما عندهمش وعي باستهلاك المياه. فطبعا لو عندهم وعي باستهلاكات المياه وباهميه المياه واهميه الحفاظ على المياه، هنلاقي معدلات المياه بيقل. كل ما كان السكان ما عندهمش الوعي ده، هلاقي معدلات المياه بتزيد. برضو لو المنطقه الحضريه بتبقى استهلاكات المياه فيها اعلى من لو كانت المنطقه زي منطقه ريفيه. الميتورينج يعني وجود عدادات، هل في عداد بيحسب وبيعد المية اللي انا بستهلكها ولا لا. طبعا لو في عداد الناس ايه، لا ده في حاجة بتعد عليا الاستهلاك، لا يبقى انا هحافظ على ايه الاستهلاك. ليه؟ لان العداد ده معناه ايه، العداد ده معناه ان انا هتحاسب على المية دي. تمام، فوجود العدادات بيقلل من استهلاكات المية، عدم وجود عدادات مية بيزود من استهلاكات المية. سعر المية، مع وجود عداد معناه ان انا هدفع. طيب هل قيمة المتر المكعب دي عالية ولا قليلة ولا ايه؟ وكل ما سعر المية بيزيد كل ما الاستهلاك بيقل، وكل ما سعر المية طبعا كان قليل كل ما كان الاستهلاك اعلى. الووتر بريشر، ضغط المية، كل ما ضغط المية اكيد بيزيد معناها ان المية دي ممكن توصل لأدوار عالية بسهولة، يبقى ايه، مية استهلاك المية هيزيد. لما لو كان ضغط المية في الشبكة قليل ضعيف، ناس بصعوبه اللي في المناطق اللي في الادوار العاليه بصعوبه بتطلع لهم الميه، هلاقي ان الاستهلاكات ايه، بتبقى اقل شويه. يبقى كل ما ضغط الميه بيزيد في الشبكه كل ما الاستهلاك بيبقى اعلى، كل ما ضغط الميه بيقل كل ما الاستهلاك بيبقى اقل. الووتر كواليتي، في مناطق كتير داخل لها ميه او وصل لها ميه للبيوت، بس الكواليتي بتاعتها لا تصلح مثلا ايه للشرب والاكل، فبالتالي بيبقى استهلاكات الميه في المناطق دي اقل شويه من لو كانت المية صالحة في للأكل أو للشرب وغيره. وبالتالي كل ما الكواليتي بتاعت المية بتزيد كل ما الاستهلاكات بتعلى، كل ما كانت الكواليتي بتاعت المية بتقل طبعا أكيد هتبقى استهلاكاتها أقل. الـ existence of sewerage system، يعني هل في نظام صرف صحي في المنطقة دي ولا لا. يعني ايه نظام صرف صحي؟ يعني في شبكات صرف صحي، في مواسير صرف صحي بتجمع المية اللي عمالين يستهلكها دي ولا لا. في مناطق ما عندهاش، طب بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على الترنش او خزان بيبقى جنب البيت، المياه بتاعت الصرف الصحي دي بتتجمع فيه، وبعد كده بيجيبوا كل فتره كل كام يوم مثلا ولا حاجه عربيه تبتدي تسحب المياه دي وايه تتخلص منها، وطبعا بيدفعوا ايه للعربيه دي فلوس. تمام، فطبعا ده غير لو كانت المنطقة انت بسهولة جدا عندك شبكة صرف صحي وما فيش اي مشكلة، المية اللي انا هستخدمها بسهولة هقدر اتخلص منها. فوجود السيورج سيستم ده بيطمن الناس، بيبقى ايه، في زيادة في الاستهلاك. عدم وجود نظام او شبكات صرف صحي معناه ان انا هدفع في المية اللي انا عمالة استهلكها دي، فلاقي لا الناس بتحاسب شوية في الاستهلاك، وبالتالي عدم وجود شبكات صرف صحي معناه ان استهلاكات المية بتبقى اقل. اخر فاكتور اللي بسميه الافشنسي اوف ووتر ادمنستريشن او كفاءه اداره شبكات المياه، لو في صيانه دوريه للمواسير، لو في كشف دوري، صيانه للوصلات المتهالكه، فبالتالي اللصص في الشبكه، احنا قلنا ان الاستهلاك
الاستهلاكات دي متحمل عليها ايه اللصص، احنا قلنا تقريبا في حدود 10%، فكل ما كان في صيانة دورية للشبكة كل ما كانت اللصص دي اقل وبالتالي الاستهلاكات بتبقى اقل. انما لو كانت ما فيش اي صيانة للشبكة واللصص دي عالية، فبالتالي هتبقى في استهلاكات او معدل الاستهلاك بايه بيبقى اكتر شوية. الفاكتورز دي مش مطلوب مننا، هقولها تاني، مش مطلوب مننا ان احنا نحفظها على قد ما مطلوب مننا ان احنا نبقى فاهمين ايه الفاكتور اللي بيعلي الاستهلاك وايه الفاكتور اللي بيأثر بالعكس وبيقلل ايه استهلاك المية. طيب احنا عمالين اتكلمنا على ازاي حسبنا عدد السكان في المستقبل، وازاي عرفنا الووتر كونسومشن بتاع الفرد الواحد او استهلاك متوسط استهلاك الفرد الواحد. طب ده كله هيوصلني لايه في الاخر؟ يوصلني ان انا اعمل ايه استيميشن للووتر، ووتر كوانتيتي، حجم الديماند اللي احنا قلناه قبل كده، ايه حجم الطلب بتاع الميه، المدينه دي عايزه ميه قد ايه، محتاجه ميه قد ايه. تمام، يبقى the quantity of water required for municipal uses، for اللي هي municipal uses اللي هي الاستهلاكات البلديه والاستهلاك جوه المدينه، for which the water supply scheme has to be designed. انا هصمم على ايه؟ انا هصمم على ال population بتاع ال future، وقلنا ال population بتاع ال future هو المقصود بال population at the end of the design period، في نهايه الفتره التصميميه، زائد ايه؟ زائد ال average annual water consumption per capita، الفرد الواحد. يبقى انا عرفت عدد الافراد كلهم وعرفت متوسط استهلاك الفرد، وبالتالي لو ضربت الاثنين دول في بعض يبقى هجيب ايه؟ متوسط استهلاك المدينه اللي انا عايز اصمم لها مشروع المي. يبقى هعرف ال average water consumption of city or area under study. تمام، ال population ال units بتاعته هي capita او فرد، ال Q average عادة بنديها liter per capita per day، وال Q بتاعت ال demand بتاعتي تبقى عادة بالمتر كيوب per second. فلو حبيت اكتب equation هقول ان ال Q بتاعت السيتي، واتفقنا ال Q بتاعت السيتي هخليها capital، بتساوي ال population عدد ال population، وقلنا ان خلاص ده بقى هو ده ال future population مضروب في متوسط استهلاك الفرد. طبعا اخد بالي بس ان في تحويله هنا في اليونتس، ان دي دايما بتعطى بالليتر بير كابيتال بير داي، تبقى جيب الليتر بير كابيتال بير داي، وعاده دي ممكن تبقى مطلوبه متر، مثلا متر كيوب بير سكند او متر كيوب بير داي. فاخد بالي بس ان في هنا تحويله ايه في اليونتس، ان الكيو دي عاده لازم اقسمها على 1000 عشان احولها للمتر المكعب. تمام، دي الايكويشن اللي احنا هنفضل نشتغل بيها طول السنه، الكيو ديزاين بتاعتي او كيو سيتي بتاعتي اللي انا عايزها هي population في كيو افريج في حاجة. ايه الحاجة دي؟ انا عمري ما هصمم على الافريج، مفيش اي ديزاين ابدا بيقوم على الافريج، لازم ادرى في فاكتور هنا عشان ازود الافريج ده شوية. فهنا دي مش كيو ديزاين بتاعتي، دي هنا كيو افريج، اهي زي ما قلنا هنا افريج ووتر كونسومشن، ده متوسط استهلاك المدينة، لكن كيو ديزاين حاجة تانية. طيب احنا كده مش هنصمم، اتفقنا مش هينفع نصمم على ال Q average، لا انا محتاج اضرب فاكتور علشان اخد في اعتباري ايه؟ اخد في اعتباري حاجة اسمها ال fluctuations in rate of demand، ده تذبذب معدل الايه؟ معدل الطلب. ازاي؟ يعني ايه بيجي نتيجة ايه؟ لا انا عندي اوقات فيها المعدل بيزيد، الاوقات دي نتيجة seasonal variation. اتفقنا مثلا ان معدلات استهلاك المية في الصيف بتبقى اعلى من الشتاء، كمان في الصيف بتكتر الحرائق، وبالتالي جنب كمان المعدل الزيادة اللي في الصيف انا عندي كمان معدل استهلاك مية اعلى علشان في حرائق كتير بتحصل، وبالتالي لا ما ينفعش في الصيف بقى اقول ان انا لا انا هصمم كل السنة على الافريج، اجي وقت الصيف الاقي لا ان الافريج ده مش هيغطي لي احتياجاتي في الايه في الصيف. يبقى انا عندي تغيرات نتيجة اختلاف الشهور او اختلاف السيزن او الموسم، كمان انا عندي اختلافات كمان يومية، اليوم عن اليوم بيفرق. ازاي اليوم عن يوم بيفرق؟ اليوم الاجازة غير اليوم اللي الناس شغالة فيه، عادة ايام الاجازات هلاقي استهلاكات المية ايه؟ اعلى، هلاقي ان ايام الاعياد استهلاكات المية ايه؟ اعلى، وبالتالي كمان انا عندي daily variation في اختلاف يوم عن يوم. تمام؟ كمان عندي اختلاف ساعة عن ساعة، اتفقنا ان دايما استهلاك المية لو نفتكر كده شكل الهيدروغراف اوف ديماند اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية، هنلاقي ان دايما استهلاكات المية في نص اليوم او مثلا من الساعة مثلا 6 لغاية الساعة 10 12 كده، هنلاقي ان الاستهلاك عمال بايه؟ استهلاك عالي،
انما في اخر اليوم وفي اول يوم قوي الصبح بدري وبالليل لا، هلاقي ان الاستهلاكات بتبقى ايه، بتبقى اقل. وبالتالي نتيجة الاستهلاكات المختلفة او التغيرات دي، تغيرات نتيجة التغيرات الشهرية والتغيرات اليومية والتغيرات من ساعة لساعة، ما ينفعش ان انا اعتمد على الافريج دي، الافريج ريت اوف ووتر كونسامشن. تمام؟ يبقى انا عندي، لا انا لازم اخد في اعتباري التغيرات ايه اللي بتحصل دي، او الفلكتويشن ان ريت. طيب الفلكتويشن في الريت اوف ديماند ده هيأثر لي على ايه؟ هيأثر لي على اليونتس اللي انا بصممها. ازاي؟ لما الاقي ان انا بصمم يونتس بتخزن ميه زي الخزانات او الريزرفوارز، يبقى دي لما اجي اصممها اصممها مثلا في باعتبار ايه، ان في مونثلي فاريشنز. انما مثلا لما اجي اصمم مواسير الخدمه اللي عند البيوت اللي هي اقرب للسكان، لا دي هراعي فيها ايه، هراعي فيها الاورلي فاريشنز في الايه، دي بتختلف على حسب الكومبوننت اللي انا هصمم. وبالتالي انا عندي كذا بيزك بتاعها، ان انا عندي الافريج، اتفقنا ان الكيو افريج هي البوبيوليشن في كيو افريج سمول. تمام؟ طيب لو هنيجي بقى ناخدها كده من اول، كده نحط في ايه، من اول المحطه، فور ديزاين اوف تريتمنت بروسيسز، اي حاجه خاصه بمحطه التنقيه انا هراعي فيها الايه، هراعي فيها المونثلي فاريشن. تمام؟ يبقى هقول ان الماكسيمم بتايم ده هصمم على حاجه اسمها ماكسيمم مونثلي. ماكسيمم مونثلي اجيبه ازاي؟ اي ماكسيمم هجيبه ان انا هضرب المعادله بتاعه الكيو افريج دي في فاكتور. طيب علشان اراعي الماكسيمم مونثلي فاريشنز، الفاكتور ده بتاعي هيبقى 1.4. تمام؟ يبقى اي كومبوننتس داخل محطه التنقيه انا هصممه على الماكسيمم مونثلي ووتر كونسامشن، هو اسمه ماكسيمم مونثلي. تمام؟ طيب جبت ازاي او حسبته ازاي الماكسيمم مونثلي دوت؟ هو 1.4 في الكيو افريج. تمام؟ واتفقنا ان الكيو افريج دي بتاعت السيتي بوبيوليشن في الانيوال افريج ووتر كونسامشن اوف ايه، اوف كابيتال. تمام؟ طيب لو قربنا شويه من الايه، من السكان، يعني ايه، دخلنا مثلا ذا ديزاين اوف مين اند برايمري فيدرز اند فورس مين، يعني دي ايه، دي خطوط اللي بتنقل الميه، خطوط اللي بتنقل الميه، الخطوط الرئيسيه في الشبكه عندي، الخطوط الكبيره بتاعتي الرئيسيه، فدي هسممها هراعي فيها ايه، هراعي فيها الديلي فاريشن، يبقى هصممها على الماكسيمم ديلي ووتر كونسامشن. طيب اراعيها ازاي؟ ان انا اضرب الكيو افريج بتاعي في 1.8، يبقى لما اضرب الكيو افريج في 1.8 يبقى انا كده بصمم على حاجه اسمها الماكسيمم ديلي ووتر كونسامشن. تمام؟ طيب نقرب شويه بقى من السكان، وصلنا لللاترلز والهاوس كونكشنز اللي هي المواسير الصغيره والمواسير الخدمه بقى اللي واصله لغايه البيوت، او المواسير الصاعده كمان للمنازل دي بقى اللي هتحس ايه، اللي بتبقى بتتاثر بالاورلي فاريشنز، يبقى دي لازم هاخد فيها في اعتباري الفاكتور بتاع الاورلي فاريشنز اللي هو بضرب الكيو افريج في ايه، في 2.5. تمام؟ يبقى اخد بالي في اعتباري ان انا كل ما بقرب للمستهلك اللي هو بيتاثر اكتر، واحد بيتاثر بالتغيرات دي، كل ما الفاكتور بتاعي ايه عمال يزيد، وكل ما ببعد، ببعد يعني ايه، يعني انا عند المحطه لسه بعيد قوي عن المستهلك، يبقى الايه الفاكتور ده ايه، يقل. تمام؟ يبقى المحطات تاني هصممها على الماكسيمم مونثلي ووتر كونسامشن، الخطوط الرئيسية على الماكسيمم ديلي ووتر كونسامشن، اللاترالز والهاوس كونكشن، الهاوس كونكشنز عن الماكسيمم اورلي ووتر كونسامشن. تمام؟ احنا اتفقنا ان السكان بتزيد، وقلنا قبل كده ان كل ما عدد السكان بيزيد او السايز اوف سيتي بتكبر، اتفقنا ان المفروض كمان معدل استهلاك المياه بيزيد. يعني ايه الكلام ده؟ يعني لو انا دلوقتي بستهلك السكان دول بيستهلكوا 180 لتر للفرد في اليوم، 180 لتر بير كابيتا بير داي، المفروض انه كل ما عددهم بيزيد كل ما الايه استهلاكهم او المعدل ده كمان بيزيد، يعني مش هيفضل 180، المفروض ان هو مع الوقت عمال بيزيد. تمام؟ طيب احنا هنعمل ايه؟ لو محدش قال لك اي حاجه في المساله عن معدل الزياده للاستهلاك، ان الاستهلاك محدش قال ان هو بيزيد، يبقى هنعتبره ثابت، يبقى هنعتبر ان الزياده مفيش زياده، ان الزياده بزيرو، يبقى المعدل ثابت. يعني السكان حاليا بيستهلكوا 180 لتر للفرد في اليوم، هتفضل لغايه نهايه الديزاين بيريد 180 لتر بير كابيتا بير دي، مفيش اي زياده. ممكن اقول لك لا، خد بالك انا هديك معدل ثابت، معدل ثابت زي المعدل الحسابي، اقول لك مثلا كل سنه
المعدل استهلاك السكان بيزيد 1 لتر. يعني لو السنة دي 180 لتر بير كابيتا بير داي، يبقى السنة الجاية 181، اللي بعدها 182، اللي بعدها 183. طب لو الديزاين بيريد كانت عندي مثلا 20 سنة، يبقى في نهاية الديزاين بيريد هيوصل استهلاك الفرد الواحد قد ايه؟ يبقى 180 زائد 20 في 1 اللي هي معدل الزيادة. لو هو كانت الزيادة 1، انكريز كان 1 لتر، يبقى هي 180 زائد 100 زائد 1 في 20 سنة، يبقى هيوصل في نهاية الديزاين بيريد 200 لتر بير كابيتا بير دي. تمام. ممكن اديها لك بطريقة تانية، ممكن اقول لك لا، ممكن يكون معدل الزيادة مثلا 1% كل سنة. يبقى هعمل ايه هنا؟ كأني اديتك المعادلة بتاعت الـ annual rate of increase. يبقى هطبق المعادلة دي واحسب برضو، اقول ما تبقى انا عندي الكيو الحالية، هطبق معادلة الـ annual rate of increase واجيب الكيو في نهاية الفترة التصميمية هتبقى قد ايه. تمام. طب ساعات ما تبقى unknown وانا عايز اخد معدل ان في اختلاف، فانا عايز اعرف، يعني عايز ادخل في المسألة ان في اختلاف الاستهلاك حاليا عن استهلاك في المستقبل، ومش عارف الريت دوت. فلو مش عارفه بيبقى ساعات بنقول ايه، انه ممكن ناخده 10% من معدل زيادة الايه السكان. يبقى اشوف معدل زيادة السكان قد ايه واخد النسبة دي، تقريبا نسبة الزيادة في معدل الاستهلاك 10% من نسبة الزيادة في ايه، في عدد السكان. تمام. ممكن بس الحاجات دي بس ايه يعني ناخد بالنا منها، لو ما جبناش اي سيرة ليها هتبقى ايه، هنعتبر ان ايه الريت ده ثابت، طالما ما ذكرش اي حاجة في المسألة، ما قالش ان اي في اي زيادة في الريت، يبقى هنعتبره ايه، هنعتبره دايما الريت ثابت طول الفترة التصميمية بتاعت المشروع. نبتدي نشوف مع بعض اكزامبل علشان ايه نطبق اللي احنا ايه قلنا النهاردة. بنقول a city has a present population 120,000 capita and average annual water consumption. طالما قال average اخد بالي average annual water consumption of 150 liter per capita per day. بدي ايه؟ هي عندي q، دي q. طب هل هي q capital ولا q small؟ اعرفها ازاي؟ اعرفها من اليونتس. liter per capita per day هي q small. تمام. وهو قال لي ان هي ايه average. طيب if the geometric population growth rate، يبقى هنا اداني معدل زيادة في السكان ومعدل هندسي 0.016. طب عاوز ايه؟ calculate the maximum monthly water consumption of the city. water consumption of city يعني عايز QA Q capital after 20 years. يبقى عايز كأن دي design period بتاعتي، وعايز استهلاك السيتي بعد 20 او في نهاية 20 سنة. طيب اعمل ايه؟ ابتدي اشوف الجيفنز بتاعتي. اول حاجة انا مديني ايه؟ مديني عدد السكان الحالي، ومديني عدد ايه، ومديني معدل الزيادة الهندسي، وعايزهم بعد قد ايه؟ انا عايز احسب بعد 20 سنة، يبقى لازم اجيب عدد السكان في نهاية 20 سنة. طب هطبق انهي معادلة؟ هو قال لي ايه؟ geometric increase. انا ما عنديش غير معادلتين او ثلاثة اللي بعوض فيهم، يعني يا اما الارثمتك يا اما الجيومتريك يا اما الانيوال انكريز. طالما قال لي الجيومتريك انكريز، يبقى هعوض في المعادله اللي كانت فيها الايه، كانت فيها اللين. هقول لين البوبوليشن في الفيوتشر بتساوي لين البوبوليشن الليتست زائد الاي جي اللي هي مديها 0.016 في معدل الزياده الهندسي في عدد السنين او الديزاين بيريد بتاعتي اللي هي 20 سنه. هعوض وهحسب البوبوليشن، هيطلع تقريبا 165,300 كابيتا. تمام. طيب ايه المطلوب بقى؟ انا لسه ما حددتش حاجه، انا كل ده بحسب البوبوليشن في الفيوتشر. هو كان طالب ايه؟ كان طالب الكيو ماكسيمم بتاعت السيتي. طالما كيو سيتي يبقى كيو ايه؟ كيو كابيتال. يبقى انا عندي الايكويشن بتقول ان الكيو كابيتال بتساوي البوبوليشن في كيو سمول. لو هو عاوز الماكسيمم يبقى كيو سمول دي بالتالي ماكسيمم. لو قال لي افريج يبقى السمول الكيو سمول دي كمان ايه؟ افريج. طيب احنا كان عندنا دايما ان الافريج بتساوي البوبوليشن في الفيوتشر في كيو افريج سمول. الماكسيمم دي كانت ايه؟ ماكسيمم قلنا احول ان الكيو افريج لماكسيمم ان انا بضربها في فاكتور. طب حد فاكر الفاكتور ده كان قد ايه؟ قلنا طالما انا بتكلم على ماكسيمم مونثلي، يبقى الفاكتور ده هيبقى كام؟ 1.4. تمام. المونثلي 1.4، نفتكر مع بعض الديلي كان 1.8، الاورلي كان 2.5. يبقى بتكلم على المونثلي هو اللي هو اقل واحد فيهم، كان الفاكتور ده 1.4. هعوض بس
ايه الارقام الكتير دي؟ نشوف مع بعض دلوقتي. انا عندي population في الفيوتشر اللي هو حسبته 165,300. طب ايه الكيو ماكسيمم دي؟ هي الكيو افريج اللي هو مديهاني فوق في المسألة 150، وضربتها في الفاكتور اللي احنا قلنا عليه اللي هو 1.4 عشان احولها من افريج لماكسيمم، وبدل ما 1.4 يبقى بسميه ماكسيمم مانثلي. لو كنت ضربتها في 1.8 كان يبقى ده اسمه ماكسيمم ديلي، لو كنت ضربتها في 2.5 كانت هتبقى ماكسيمم اورلي. تمام. طيب وبعدين ايه الالف دي؟ انا قسمت على الالف دي عشان احول الليتر اللي هنا دي لمتر مكعب، وبعدين قسمت على 24 على 3600 علشان احول الدي اللي هي كانت ليتر بير كابيتا بير دي، احول الدي ده لايه؟ احول الدي ده لسكند، واحسب وفي الاخر هلاقي ان الكيو ماكسيمم مانثلي 0.29 متر كيوب بير سكند. غلطه بس كتير بتقعوا فيها، بتعتقدوا ان لو قلت كيو ماكسيمم مانثلي يبقى هنا اليونتس هتبقى بير مانث، لو قلت ديلي ماكسيمم ديلي تبقى بير دي، لو قلت ماكسيمم اول تبقى بير اول. لا، ناخد بالنا ان دي بتعتمد على اليونتس بتاعت الايه اللي انا بعوض فيها هنا، بتاعت الكيو سمول. كيو سمول دايما لتر بير كابيتا بير دي، فاي كيو هحسبها هنا ده فاكتور، فاكتور ده ملوش اي يونت. تمام، ما فيش يونتس ليه، فبالتالي هنا اليونتس جايه من ايه؟ جايه من الكيو سمول. كيو سمول لتر بير كابيتا بير دي، لو كنت قسمت على 1000 بس كانت هتطلع لي متر كيوب بير دي، طالما قسمت على 24 على 3600 يبقى اذا حولتها ايه؟ ل بوينتو للمتر كيوب بير ايه؟ بير سكند. اتمنى تكون الايه الدنيا وضحت شويه بالايه بالاختصار في المحاضره الاولى. طيب بسرعه كده نقول طيب. احنا كده اخدنا ايه النهارده او عرفنا ايه النهارده؟ احنا عرفنا اول حاجه ايه هو الووتر سبلاي بروجكت. ايه الووتر سبلاي بروجكت؟ ليه 3 كومبوننتس بسرعه، اللي هي ايه؟ لاعمال تجميع كولكشن ووركس، لاعمال تريتمنت، لاعمال ديستريبيوشن. احنا لسه ما اتكلمناش على اي واحده فيهم. تمام، احنا قلنا بس ان دي الكومبوننتس بتاعته. احنا اتكلمنا، احنا النهارده اتكلمنا على ايه؟ على الداتا اللي انا بحتاجها علشان ابتدي الديزاين بتاع الايه المشروع ده. ايه اول حاجه بحتاجها؟ بحتاج اعرف البوبوليشن بتاعي. عملنا دراسات للسكان، طب قلنا ان انا محتاج احدد عدد السكان في المستقبل. ايه المستقبل اللي احنا قلنا عليه دوت؟ سمينا المستقبل ده اللي هو عرفناه بالديزاين بيريد، اللي هو الفتره التصميميه، فترة التصميمية بتاعة المشروع، وقلنا انها بتعتمد على كذا فاكتور، منها اللايف تايم بتاع الكومبوننت اللي انا بصممه، بتعتمد على الجروث ريت بتاعة المنطقة اللي انا بصممها، بتعتمد على الافيلبل ريسورسز، بتعتمد على التقدم في التكنولوجيا، بتتكلم على تعتمد على في هل في امكانيات في التوسع في المنطقة السكنية اللي انا بصممها في المستقبل ولا لا. ففي فاكتورز كتير كانت داخلة في الديزاين بيريد او تحديد الفترة التصميمية بتاعتي. اتكلمنا على البوبوليشن دينستي ميثود، وانها بتعتمد دي الطريقه اللي انا بعتمد عليها في تحديد ايه؟ في تحديد عدد السكان في اي منطقه، عن طريق ان انا بقسم المنطقه دي لهوموجينيوس زونز، وبختار منطقه او عينه في كل منطقه بحسب فيها الدينستي، وبقول ان الدينستي دي بتمثل الدينستي بتاعه الزون كله. ومن الطريقه دي اقدر احدد البوبوليشن في ايه؟ في المنطقه او السيتي كلها. اتكلمنا تاني على ايه؟ اتكلمنا على البوبوليشن فوركاستنج ميثودز، قلنا ان في عندي طرق اريثمتيك، في طريقه جيومتريك، في طريقه بتاعه الانيوال جروث ريت، وفي عندي طرق بيانيه زي الجرافيكال اكستنشن ميثود، وفي طريقه تانية زي الكومباريزن ايه ميثود. ايه تاني؟ بعد كده دخلنا على استهلاكات الميه، وقلنا ان في فاكتورز كتير بتساوي بود الميه، وفي فاكتورز كتير بتقللها. مثلا الفاكتورز اللي بتقلل بتزود الميه، مثلا ضغط الميه لما بيزيد، جودة الميه لما بتزيد، درجة الحرارة لما بتزيد. تمام، فاكتورز تانية بتقلل استهلاكات الميه زي زيادة مثلا ايه؟ زيادة مثلا سعر الميه، عدم وجود صرف صحي. تمام، دي ممكن تأثر على ايه؟ على استهلاك الميه، انها تقلل استهلاكات الايه الميه. اتكلمنا عن الهيدروغراف اوف ديماند، وقلنا ان الهيدروغراف اوف ديماند ده بايه بيحدد لي استهلاك المايه على مدار اليوم، وان انا عندي تو اكستريمز، عندي واحده ماكسيمم واحده مينيمم. واتكلمنا ان عندي 365 هيدروغراف اوف ديماند كيرف على مدار السنه. اتكلمنا عن ان الاريا تحت الكيرف الواحد فيهم بتمثل استهلاك المايه التوتال في اليوم، وان انا لو قسمت على 24 يبقى جبت متوسط استهلاك الايه الساعه الواحده. تمام،
اتكلمنا كمان على الووتر ديماند والكونسومشن استيميشن، ازاي اقدر احدد حجم استهلاك المدينة اللي هي الكيو كابيتال، وان الكيو كابيتال هي فانكشن في البوبوليشن مضروبة في الايه، مضروبة في متوسط استهلاك الفرد الواحد. قلنا ان انا عندي عشان احولها لكيو ديزاين الافرج ده لازم اضربه في فاكتور، الفاكتور ده هيبقى 1.4 لو انا بتكلم على الماكسيمم مانثلي، الفاكتور ده هيبقى 1.8 لو انا بتكلم على الماكسيمم ديلي، هيبقى 2.5 لو انا بتكلم على الماكسيمم ايه، الماكسيمم اورلي. اخر حاجه اتكلمنا عليها اللي هي الديزاين ووتر كونسامشن ريتس اللي احنا لسه قايلينها من شويه، اللي هي لو بصمم كومبوننت خاص بالمحطه، ولا بصمم ماسوره رئيسيه، ولا بصمم مواسير خدمه للايه للبيوت.